بدأت بخدمة هالكنيسة في رأس العين بتاريخ 26 آذار 2014 إلى بداية تشرين الأول ل 2019 لما صار الاجتياح الثاني. فأنا خدمت كنيسة مرتومة الرسول 5 سنوات ونص بالضبط، وبعدين صار الاجتياح وما عاد نقدر نروح الراس العين. واصلا هلا الموجودين من الجماعه يعني 4 5 بيوت والوضع مأساوي هونيك. فالسنه قررت انه انا كوني كاهن كنيسه مارسيا وكاهن كنيسه مرتومة انه ما افوت عيد مرتومة بدون قداس، فقررت انه اعمل قداس عيد مرتومة هوني في كنيسه مارسيا الحكيم. طبعا بألم بألم وبغصة، هذا أول عيد نحن ما نحضره بكنيسة مرتومة. كنا كل 3 تموز نكون بمرتومة ونحتفل بهالعيد، لأنه رعية مرتومة كمان رعيتنا، وكنا بكل محبة نروح ونجي ونخدم بمحبة بفرح. بس في غصة بقلبنا، يعني حتى قبل الاجتياح ب3 أيام كان يوم الأحد عملنا آخر قداس بكنيسة مرتومة، الأحد الاثنين الثلاثة الأربعاء صار الاجتياح وتم النزوح. من قلب مليان بالألم والحسرة حتى نرجع مرة ثانية على لمرتومة، وطبعا حلم وما نفقد أملنا ورجائنا بربنا وإلهنا إنه يرجع لنا كمان الكنيسة ونرجع مرة ثانية نحن والرعية مع بعض ونخدم بهديك الكنيسة، وبعدك نخدم قداديسنا وصلواتنا. أعيد كل رعية مرتومة وأقلن كل عام والكل بخير، وإن شاء الله يا رب بهاليوم المبارك العيد الجاي 3 تموز السنة الجاي نكون نحتفل بعيد مرتومة بكنيسته برأس العين، وكل سنة والجميع سالمين.